السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثبت بما لا يدع مجال للشك ان السوشيال ميديا تسببت في انتحار عدد كبير جدا من الشباب، وده ثبت بأقوال علماء وباحثين وعلماء نفس ووزير الصحة البريطاني ماسيو هانكوك، وحكم محكمة في بريطانيا ان السوشيال ميديا وخصوصا السناب شات والفيسبوك والانستجرام تسببوا في ان في ناس انتحروا. من ضمن الحاجات اللي سبب في كده كان اخرها واحدة بريطانية كانت عندها اكتئاب بسيط، فبتعمل سيرش بتدور، فمحركات البحث والخوارزميات لقطت الفكرة دي، فالخوارزميات بدأت تجيب لها الحاجة دي، فبدأت تجي لها حاجات كتيرة جدا اكتئاب، فزودت الاكتئاب لدرجة دفعتها للانتحار. طبعا في حاجات كتيرة جدا ان الواحد مثلا بالذات لو هو شاب مراهق كده بيقارن نفسه بغيره، بيقول لك ايه ده، انا مش عارف اخد فلوس والناس كلها معاها فلوس كتيره جدا وعماله تسافر والحاجات دي كلها، فبيسبب ضيق شديد جدا عمل مقارنات واكتئاب وحاجات زي كده. في ناس كتيره بتستخدم الذكاء الاصطناعي وبتستخدم النت في حاجات دارك ويب وحاجات مؤذيه، في ناس بتاخد صور وتطلع فيها، وناس كتيره الاطفال بتخاف تقول ولي الامر، في ضغط نفسي رهيب، في ناس انتحروا بسبب ان حد استغل صورهم بشكل خاطئ. فالموضوع بقى صعب جدا ولازم يبقى فيه وقفه، لازم ما تقولش لا انا يعني هسيب الطفل يبقى بيتفرج على كل حاجه من غير رقابه، من غير ما يكون معاك الباسورد، ممكن تخش تبص تلاقيه بيتفرج على حاجات يعني هو نفسه ممكن مش فاهم، بس هو ممكن يعني يدخل على حاجه في الانستجرام او فيسبوك او يجيب له حاجه تانية تشده، يعني هو مش بيحبها بس هو دخل على سبيل الفضول فتجي له كتير وهو يتعود عليها. فكل الحاجات دي لازم واقفه، ما تقولش لا انا العلوي عندها سنه بيقلبوا اليوتيوب بتجيب حاجات سيئه، فلازم كل شويه اقفل المحتوى او واقول لا القناه دي ما تجيبهاش تاني وهكذا. لازم يبقى في فلتره مهما كان اولادك صغيرين او كبار، ما مش هينفع مثلا يكون معاهم صديق سوء وانت عارف ان صديق سوء ده بيفسدهم وتقول لا عادي ايه انا واثق فيهم انا ربيتهم، لا لازم تبقى متابع كل حاجه، لان في حاجات كتير غلط كتير قوي على النت، ما ينفعش توديه بار وخماره وتقول لا انا واثق في تربيته، لا لازم انت تمنعه من دخول الحاجه ديت. احنا مش هنقول تمنع السوشيال ميديا، لا بس ما تخلوش يدخل يعمل حساب غير لما يكون بلغ السن، يعني ما ينفعش يدخل مثلا على وسائل السوشيال ميديا غير لما يكون عنده 13 سنه و14 حسب القانون بتاع السوشيال ميديا، واعمل رقابه ابويه بحيث ان تحمي اولادك وتحمي قرايبك من اللي بيحصل على وسائل التواصل الاجتماعي، لان فعلا بقت خطر شديد جدا، وفي ترويج لافكار هدامه، وفي حاجات كتير جدا زي فكرة الشذوذ والحاجات دي كلها، فلازم يكون في حماية من الأفكار، لأن في أفكار إلحاد كتير جدا، في أفكار سيئة، في حاجات كتير جدا، فلازم تكون معاك خطوة بخطوة بحيث تنبهه إن لا دي تنفع دي ما تنفعش وهكذا.